مع التزايد الطبيعي لعدد السكان وبالتالي تزايد عدد المركبات، أصبحت الشوارع الرئيسية في مدينة معان تشهد ازدحامات مرورية تزعج المواطنين. ظاهرة انتشار البسطات تزيد مشكلة الازدحامات المرورية تعقيدا وتجعل سير المواطن بالطريق خطرا على سلامته. لا دعوى اليوم لوقف عمل البسطات، فهي مصدر رزق لكثير من الشباب المتعطل عن العمل، لكنها دعوة لتنظيم الأسواق نرصدها بالتقرير التالي. بعتقد أنه واقع البسطات في مدينة معان صورة معبرة عن واقع الحال لأبناء مدينة معان العاطلين عن العمل والذين يبحثون عن قوت يومهم كي يعتاشوا بكرامة. هذه البسطات موجودة على مدار أكثر من 20 سنة، ووجودها بعتقد أنه أصبح مشهد يعني من المشاهد المألوفة على امتداد محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، تحديدا بمعان. معان بتعرف هي تتسع لمساحة تقريبا ما يقارب 70 كيلو متر مربع. التركز التجاري موجود بشارع الملك حسين وشارع فلسطين، والآن أنت مار بمعان بتشوف أنه كثير من البسطات موجودة بالشوارع والميادين، وهذه إشارة واضحة أن معان بتعاني من الفقر ومن بطالة، وفي كثير من الشباب يبحث عن مصدر للرزق. إحنا ندعم الشباب الباحث عن العمل، لكن إحنا مع تنظيم الشارع يكون أكثر وجهة حذرية. ومعان صراحة يعني هذه المشاهد اللي بتشوفها بتعبر عن معاناة أبناء المدينة. من ضمن المقترحات لإزالة البسطات والتعديات الموجودة في الوسط التجاري توفير مناطق بديلة مناسبة. أول منطقة اللي هي عند جسر الترخيص، في منطقة فاضية وكويسة ممكن تصلح. المنطقة الثانية على طريق العقبة مقابل مركز الصحي العسكري. الموقع الثالث مجمع السفريات الجديد. هذه الثلاث مناطق يعني مناسبة لنقل البسطات عليها لحل هذه المشكلة.